السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وجيناكم بمقطع بكم من جديد، وراح نشرح لكم شخصية تريفرنت. لكن قبل ما نخش ونشرح الشخصية هذه، حاب اقول لكم يا شباب الدعم طبعا ما قصرتوا في الدعم، اديكم العافية على الدعم، هذا اسطوري. لكن ما اغلب المشاهدات برضو ما هم مشتركين، اشتركوا يا شباب. والله ترى تقطة زر بس، شو ضغطة واحدة بس ما حاسين لك شيء، ولا تفعل جرس التنبيهات. ما تبغى تفعل، ما تبغى ابثرك كل شوي اجيب لك مقطع جديد، يعني هذا ما تبغى. سوي اشتراك، ووقت ما انت حاب تتعلم شخصية ولا شيء خش سير علينا، ما انت حاب خلاص. فاديكم العافية بالدعم مهما كان، انتم اسطوريين. وخلونا نبدا. ترافيننت طبعا زي ما قلت لكم طلع ديفندر، نفس التحليل حق اللي حللته. اصلا ما يبغى له كونن ولا شيء، هو واضح انه ديفندر كذا من شكله هذا، من اللاعب نفسه اصلا. فيبخي نخش على طول على الحركات حقته ونشوف الباسيف اللي هي الحركه الخاصه اللي هي تتفعل لحالها. طيب ناتشرال كيور، الحركه هذه يقول لك لما يكون بكمان دمه قليل، يعني اتش بي حقه قليل، راح يزيد الاتش بي عنده كونتينوس ريكفري افكت، يعني راح يزيد الهيلث حقه كانك حط فوكس باند. دمك قليل راح يزيد، بس انه ما اتوقع يكون نفس قوه فوكس باند، يرجع لك كثير يعني 14%، لا يرجع لك يزيد الهيلث ريجنريشن. اتوقع يعني ايش دمك يزيد، دمك 5 5 5 5 في الثانيه راح يزود 20 20 20 20 نشوف دحين معاكم. فيقول لك هذه حركه اذا دمك صار قليل راح تتفعل لحاله ويعبي لك دمك حبه حبه، وكمان راح ينقص لك كول داون على الحركات البوكيمون هذا. يعني عندك كول داون 10 9 8، لما تصير هذه التريجر يعني لما تشتغل القدره دي، كيف تشتغل؟ قلنا احنا لما يصير دمك قليل لما تشتغل راح ينقص لك كول داون حق الحركات. طيب لسه في كمان إضافة أو حركات ثانية في هذه الحركة، لما يوقف تعبئة الدم خلاص، يعني غلقت الإفكت، يعني عبالك دمك لما وقفت الحركة قفل الإفكت، راح يكون فيها لها كول داون خاص فيها لما تقدر تفعل من جديد مرة ثانية لما يصير دمك قليل. انت فاهم يعني لما الحركة دي تشتغل ويعبي لك دمك، يصير دمك مثلا عن نص، يعني ما هو قليل، يعني المفروض توقف الحركة. فلما توقف وفي نفس الوقت على طول نكس دمك، ما راح تشتغل، لا حيكون لها كول داون، يعني ما تتفعل ورا بعض، راح يكون لها كول داون ما ادري كم ثانيه. نشوفها معاكم دحين ان شاء الله ونعطيكم الخبر ونعرف قد ايش. حلو، لها كول داون هذه يقول لك، بس اي حركه تسويها انت موف من حركات اللاعب حقك وتصقع بكمل ضدك راح ينقص الكول داون حقه. يعني نقول مثلا اي حركه تسويها موف، يعني حركه من حركات اللاعب حقك حق ليفل 1 ليفل 5 ليفل 6 ليفل 7 التي استعملتها، راح ينقص الكول داون حقها، يصير مديك تخلي ان الكول داون يرجع صفر عشان يصير دمك قليل ترجع تتفاعل من جديد وتضبط حركاتك في الكول داون. فهذا هو الباسيف، وباسيف صراحة جميل وخطير وفي له ديتيلز، في له اشياء جيدة. فميكانكس حق الباسيف ده برضه يعتبر جديد ما في البكمونات الثانية، يعني يديك حركات مرة كثير مو شيء واحد وعلى السريع. فنروح على الباسيك اتاك اللي هو البوس اتاك، الضربة الثالثة حقت اللاعب هذا. يقول لك كل ما تضرب الضربة الثالثة راح يكون دمج حقك اقوى وراح يرجع لك اتش بي، يعني اللاعب ده حيرجع لك اتش بي في الباسيف وراح يرجع لك اتش بي في البوست اتاك، يعني انت دمك ما حينقص حيزيد. وعندنا دحين الحركات، نيجي للحركات من ليفل 1 ليفل 3، عندنا ويل اولويز وبرانش بوك. طيب ويل اولويز هذه شكلها كذا مو غريب، زي حقت مين؟ زي حقت كاسلي، زي حقت كاسلي. يقول لك تطلق نار فيها ثلاث اماكن محدده زي ما انت شايفها، تنطلق في ثلاث اماكن هذه، حيدمج البكمون اللي ضدك وراح تتركه محروق فور شورت تايم، يعني خلاص يعني حتطلق عليه مثلا دمجته 100 حيكون محروق برضه، حينقص مثلا 5 5 5 5 5. فهذا ارقام طبعا هذا من خيالي ما ادري بكام، بس انت خذ الفكره انه خلاص تحرقه وراح يخليه ينحرق طول الوقت لين ما يغلق. طيب نروح لليفل، مو ليفل قصدي، نروح لحركه برانش بوكي. هذه داش، هذه شوف واضح انك تسوي داش زي حق سنترس ما ادري. المهم راح تسوي داش في مكان معين، واول ما تصقع بوكيمون راح تدمج البوكيمون ضدك وراح تنقص الموفمنت سبيد حقه. يب بس يعني خلاص تسوي له داش تدمجه وتنقص الموفمنت سبيد. نروح لليفل 5 وعندك وود هامر وعندك كورس. طبعا التحليل حقك هذا كان غلط اكيد، كونان كونان. عندك الود هامر، عندك الضربة هذه زي ما شايفين تضربها بيدين الاثنين، وعندك الضربة بيد واحدة. طيب خلينا نشرحها الحين بطريقة مبسطة سريعة. لما تسوي الحركة هذه وتضرب المطرقتين في مكان واحد راح تدمج البوكيمون اللي ضدك، حتكون اريا اوف افكت، يعني ما حتضرب بوكيمون واحد مهما كان جوة المكان ده اللي انت شايفه،
كلهم راح يدمجوا في نفس الوقت، يعني يدمج خمسة ما عنده مشكلة، وراح تخليهم ستن في نفس الوقت، يعني راح تضرب ضربة جماعية راح تدمج وراح تديهم ستن في نفس الوقت. وإذا الحركة دي صقعت على الأقل بوكيمون واحد، يعني صقعت بوكيمون واحد اثنين ثلاثة أربعة أي شيء، أهم شيء تصقع أحد، راح تجيك ضربة ثانية اللي هي المطرقة زي ما انتم شايفين هذه، ترفع لفوق وتصقع في نفس المكان، وإذا ما صقعت ولا بوكيمون راح تروح عليك الحركة ويرجع الكول داون حقها ولا كأنك سويت حركة عادية. فلازم تصقع المطرقتين زي ما انتم شايفين عشان تجيك المطرقة الكبيرة هذه، وراح تصقع البوكيمون ضدك وراح تدمج البوكيمون ضدك وراح تخليه برضو ستن ما راح يتحرك من مكانه. بس هنا في شيء اضافي في المنطقة الكبيرة هذه الوحدة، نقول لك كل ما كان انت يعني يا ترافيرنت اللي قاعد تلعب ترافيرنت انت اليوزر، كل ما كان دمك قليل كل ما كان الستن حقه حيكون اطول. يعني انت هذه حركة تسوي دمك قليل تديله واحدة دبتين كده في راسه راح الستن يكون اطول، بس قديش المدة ما ادري، بس اكيد حيكون مرة طويل بالنسبة للضربة العادية. وإذا سويت وانت دمك فل راح يكون ستان عادي ما في شيء. طب هنا عندنا كورس بقولكم تركزوا شوي معي هنا، لانه هذه الكدي فيها اشياء كثيرة الحركة هذه، فخلونا نبدا معاكم الحركة هذه. يقول لك الكورس هذه راح لما تضغطها راح يسوي لك زي الاور زي ما انتم شايفين دائرية من الكورس اللي هي اللعنة زي ما انتم شايفين، يعني راح تنقص دمك انت منها بس راح تدمج البكون ضدك، يعني انت راح تضحي بالدم اللي عندك بس بمقابل انك تدمج البكون اللي ضدك. فالاول ما يكون البكون داخل الدائرة دي حقت الكورس راح يدمج وتدمج انت، وفي نفس الوقت انت راح تنقص من هيلثك، فانتبه انه هيلثك لا تموت على طول عشان كذا اللاعب ده يرجع هيلث مرة كثير. فلما تسوي الحركة هذه راح تنقص من دمك وراح تدمج البوكيمون اللي يكون داخل الأورا هذه، وفي نفس الوقت راح تنقص الموفن سبيد حقه، يعني راح يكون الجري حقه بطيء. وإضافيا يعني يقول لك كل ما كان دمك أنت أقل كل ما خليته أبطأ. وكمان يقول لك لما تستعمل هذه الحركة راح تبني عندك الكورس، يعني الكورس هذا حتكون لها رقم مثلا 1 2 3 زي ما قلنا في ماتشام، إحنا إذا حد ما حد شاف ماتشام روح شوفوه، فهذه كورس منهم. يقول كل ما تستعمل الحركة دي راح تصير بيلد أب، فلما تكون بيلد أب عندك انت وصل مثلا نص او جمعت 5 6 ما ادري الماكسيم قديش، لو جمعت وضغطت من جديد راح تدمج تدميج اضافي. ولكن اذا جمعت ماكس يعني جمعت النقاط كامله، والان حنشوف احنا النقاط كم بالضبط، اذا جمعت النقاط كامله ماكس فجرت الحركه دي يعني سويت ريليس يعني الحركه هذه، راح يرجع لك الكول داون حقت حركه برانش بوك وحقت الهورن ليتش وحقت البين سبليت، ثلاث حركات دي كلها راح ترجع كول داون حقها. فيب هذه حركة أسطورية. ولما تلفل ليفل 11 راح تكبر الأورا، الأورا راح تكون أكبر. فأنا من دحين أصلا قاعد أقرأ هذا أشوف الكورس أفضل من وود هامر، صح وود هامر حتكون عملية أكثر في استنات وشغل كويس في استن، لكن الكورس يا شباب الكورس يا شباب جامد جامد جامد. أنا من دحين شفته شيء أسطوري بس لازم اشوف فرجته واتعلم له عشان اقول لكم كيف استعمله بالضبط. طيب عندنا هنا دحين ليفل 7 هورن ليتش وعندنا بين سبليت. طيب الهورن ليتش تسوي داش، فراح تسوي داش على قدام، انت تختار الجهه اللي تبغاها وراح تدعس كذا كانه معاك تريلا، تروح تمشي وتشيل اي احد من قدامك وتدمجه معاك وتدفه وتديه ضربه على فوق زي ما انت شايف هنا. وبيقول لك لما انت تدفه معاك اي احد، لما تدفه معاك وانت داف في خلال الدف هذا راح ترجع اتش بي. فيب هذه هورن ليتش مره كويسه تسمم مع كارس حتكون جيده، بس ما ادري عن الحركه اللي بعدها خلينا نشوفها الحين. بس احنا حرفيا جاء في بالي كم شيء تسويه كويس في الحركتين دي. طيب فاي احد تشيله معاك راح تعبي الهيلث حقك من جديد، ويقول لك كل ما كان دمك اقل كل ما راح ترجع دم اكثر. يعني الحركه دي هورن ليتش سويتها لما انت دفيت احد معاك حتعبي دمك، قلنا دمك مثلا عن النص راح يرجع شويه من دمك، دمك مره قليل راح يرجع مره كثير. فكل ما قل دمك كل ما راح يرجع دم اكبر. وفي نهايه التشارج في نهايه الحركه لما تسوي لما تدف دف 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 في النهايه راح ترفع فوق زي ما قلنا لكم وترميه وراح تدمج تدميج قوي. وهذا بوست تاك ضربه ثلاث دي تجيك اتوقع راح تتغير في الحركه، ما حتكون نفسها الضربه ثلاث العاديه. ولما تجيك هذه الحركه وتضرب راح ينقصك كل داون حق الحركه هذه، فاني اخذ قدره بلاستويز، فهذا اللاعب ما حيموت من جد، هيلث ورا هيلث ورا هيلث. ولما تصير ليفل 13 بعد ما تسوي الحركه هذه راح يزيد لك الموف سبيد وراح تكون سريع من بعدها فقط. هذه اضافه حق ليفل 13. يا رب ايش الحركه القويه دي. طيب خلينا نشوف هذه يمكن اسطوريه بين سبليت. زي ما حللتها يا شباب والله ما ادري كيف جبتها سبحان الله،
زي ما تكلمت عنه انا في البدايه، يقول لك هذه الحركه لما تسويها في البوكيمون ضدك اي دمج يجيك راح تحول دمج عليه هو، مو الدمج كامل، راح تاخذ جزء من الدمج، انت حتتدمج يعني بس حتاخذ جزء من الدمج وتضرب وتروح للبوكيمون اللي انت حاطط عليه الحركه هذه. فيب هذه حركه اسطوريه مع الكورس يا لطيف، يعني انت تسوي، احنا ما كملت الحركه، ما كملت الكلام، لسه في اضافات. فانت لما تستعمل الكورس ايش حيصير؟ راح تدمج نفسك ويتدمج اي احد يكون جوا. فانت تخيل تدمج نفسك وهو قاعد جوا يتدمج، وانت مسوي الحركه دي، مسوي بين سبليت تمسكه، فجزء الدمج انت اللي قاعد تدمج نفسك قاعد تدمج هو، يعني دمج خارق. اسحب بقرب شوف ان شاء الله يكون فيها اشياء جيده. هذه حركه يا عيال، اسحب الهورليتش واسحب على المطرقه، العب كورس مع بين سبليت، شيء جنان. انا دحين قاعد افكر فيه، نفسي اشوف ايش انا بشتري دحين. انا معي 10000 والله ما عارف اشتري مين، نفسي اشتري ديسات جي واي، نفسي اشتري دراجونايت، وهذا دحين اقسم بالله نفسي فيه، ما عارف اشتري مين صراحه. اكتبوا في التعليقات تبون اشتري مين، هذا برت الموضوع جد، اكتبوا لي في التعليقات عشان اقدر العب فيه. ايش ريش تنزل مقاطع عنه، جيم بلاي رانك وكذا. فانا قاعد حاليا تفكيري ها 70%، اقول لك روح خذ ترافيرنت ما في. طيب نرجع نكمل هرجه البين سبليت. طيب قلنا احنا نسوي لينك مع البكون ضدك، والدمج اللي يجيك راح تاخذ جزء منه تدمجه. بس يقول كل ما كان دمك انت اقل، يعني اللي يلعب في ترافيرنت دمه قليل، كل ما كان الدمج اللي حيروح له اكبر. ايوه في شيء اضافي يقول لك اذا كان البكون ضدك دمه اكبر منك، يعني هو دمه 600 انا 500، راح يزيد الهيلث حقي وفي نفس الوقت راح تدمج هو، راح يزيد دمك وينقص دمه، فانت كانك قاعد تسحب منه دم. فكويس انك تسمي ضد التوانك هذه حركه، ولما تستعمل دي حركة انت راح يزيد عندك موف سبيد، راح تكون انت سريع. واذا راح البوكيمون ضدك مكان بعيد عنك راح يتقطع اللينك، يعني هو زي الحبل، اعتبره زي حبل الخيط بينك وبينه، بعد عنك حينشد 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 وحينقطع بعدين. فعشان كده لما تسوي الحركة دي انت راح يكون عندك موف سبيد، عشان لو بشرط راح تلحق وراه، ما هو لازم تضربه، الحق وراه بس بيدمجك راح يدمج هو. يالله ايش الغثة هذا. فيب حاول كده ما تخليه يروح بعيد عنك عشان الدم، عشان ما ينقطع منك الحبل وتروح عليك. طيب يقول لك لما تلفل ليفل 13 ايش حتصير فيها؟ راح يزيد الوقت اللي هو معك لينك، يعني بدل ما يقعد مثلا هو مربوط معك 10 ثواني مثلا، ما ادري قديش الثواني، راح يزيد الوقت هذا يصير يمكن 20 ثانيه او شيء زي كذا. فهذه بين سبلت، انا اشوف بين سبلت لازم تحطها، حركه اسطوريه، حركه تكتيكيه، حركه جامده، ممكن صعبه. فانا اقول بين سبلت مع الكورس. نروح للالتي اليونت موف اللي هو فانتوم فورست. يا ساتر حتى هنا في كلام كثير، اللاعب ده يبغى له شرح طويل، المقطع حيكون طويل اصلا. يقول لك راح تسوي زي الفورز زي ما انت شايف، زي الغابه كي راح تدمج بكمانات ضدك، تنقص الموف سبيد حقهم، راح تخليهم بطيئين، الجري حقهم بطيء. لما تسوي الالتي هذا البيسك اتاك حق كل الفريق اللي عندك، كل اصحابك، راح يزيد الدمج حقهم. فهذه حركه كويسه تسويها مع يكون معك اتاكر جامد رينج طبعا. فاليونت موف هذا مره اسطوري، مره جامد، ما تسويه لحالك، تسويه لازم معك احد وتسويه على مجموعه احسن شيء، والدمج تدمج مو طبيعي. طبعا في تكمله يا شباب لسه ما غلقنا، راح يجيب لك شيلد انت، يعني غير بادي بيري، يعني تحط بادي بيري انا اشوف دحين لا تستغلها، تشيل بادي بيري تحط شيء ثاني، بس ممكن تحط بادي بيري شيء اسطوري، لا والله ممكن بادي بيري تصير عندك دبل شيلد. فهم راح يزيد عندك الشيلد، لو ما صقات احد ما راح يجيك شيلد، فلازم ما تضيع الالتي. وكل ما تدمج بوكيمون ضدك كل ما زاد الشيلد حقك، يعني انت مثلا سويت التي على واحد بوكيمون واحد ضدك جاك شيلد 100 شيلد بس فقط، سويت على اثنين 200، سويت على ثلاث 300 400، كل ما دمجت اكثر كل ما اخذت شيلد اكبر. يعني انت لو سويت الالتي لما يجيك شيلد، في خلال ما يكون عندك الشيلد الهيلث اللي راح يجيك راح يكون اقوى، يجيك اكثر. فيب هذا هو الالتي، فهم حاطينه اسطوري مع ترجعه الهيلث حقك. وهذا هو اللاعب، والصراحة لاعب جدا اسطوري، في له ديتيلز كثير. طبعا عارف انكم صدعته وانا صدعت معاكم، وان شاء الله قد اوصلكم هي اوصلكم فكره على السريع. انا الان جاء في بالي اشوفه شيء مره اسطوري ونفسي العب فيه الصراحه، اللي هو ليفل 5 تحط الكورس مع ليفل 7 تحط البين سبليت، عشان حيكون دمج مره جامد. اذا تبي تكون انت ديفندر جامد مره، فانصحك بالود هامر عشان تدي استنات وشغل كويس، ما تدمج نفسك دمك كويس، وتحط الهورن ليتش عشان ترجع هيلثك عشان ما تموت. مزبوط، بس تبى تصير دمج اتاكر اسطوري راح تحط الكورس الاسطوري اللي نفسي اجربها مع البين سبليت عشان يكون شيء جامد. بس بين سبليت لازم تعرف كيف تستعملها صح، هو عندك الالتي. والان نروح للايتمات ونشوف لكم ايش ايتمات حق اللعب هذا. طيب قبل ما نروح للايتمات حقت ترافيرنت، حاب اتكلم عن الايتمات هذه لان هي في اشياء مهمه معها الصراحه ترافيرنت، يعني مو زي باقي بكمونات. طيب بس لا اطول عليكم، انا اشوف ان من احسن الاشياء يا اجكت باتون طبعا هذا لكل شيء، عندك البوشن مره مهم انك ترجع دم،
زي ما قلنا في بعض الأوقات يقول لك تفكيرنا في مثلا تقول إجيك باتون هو كويس تشرد أو السبيد تلحق ورا واحد أو تشرد منه والإجيك برضو تشرد أو تلحق ورا واحد، بس إحنا هدفنا في ترافلنت إن إحنا نبغى نتدمج، أضربني تكفى الله خليك أضربني، فليش خليه يضربك وعبي دمك عشان يضربك ثاني عشان من جديد تكمل تدميج عليه وهو قاعد يضربك. فيب انا اشوف بوشن مره كويسه مع تريفرنت، وانا اشوف انه احسن شيء تحط له بوشن اذا ما عجبك يعني ولا شيء اجيك باتون يجي مع اي لاعب، يعني لو يجيك لاعب مين حط مع اجيك باتون ستوري ما عندك مشكله. فيب العب بالبوشن ستوري عبي دمك، عارف استخدمه متى، في البدايه كنت استخدم كل شوي عادي، لكن لما تجيب حركات الجامده يصير وقت ما تقدر تعبي دمك فيه اكثر استعملها في ذاك الوقت عشان تستفيد منه اكثر واكثر. طيب جينا الايتمانت، واللاعب هذا تريفرنت هو البوكيمون الوحيد اللي فيه ايتمات كثير تنفع له، فنخش نشوف. عندنا اول شيء عندنا بادي بارير على اليسار، وعندنا في النص فوكس باند، وعندنا سكور شيلد. طيب زي ما انتم شايفين اهم شيء احنا نبغاه في الايتمات هنا برضو مع اللاعب هذا اللي هو الافكتس اللي انت شايف هنا. لما حطينا ثلاثه مع بعض جانا 900 اتش بي وجانا 20 ديفنس و20 سبيشال ديفنس، كذا احنا صرنا تانك شويه اكثر من اول، دمان اكثر بكثير عن اول، وصير تقدر تدمج اكثر، وكذا راح تدمج اللاعب هذا احسن واحسن. طيب يقول لك انت فوكس باند ليش حط فوكس باند؟ مو هو الابيليتي حق اللاعب هذا حق اللي احنا نلعب فيه اذا كان دمك قليل راح يرجع لك، هو يعتبر ذاك فوكس باند. احنا نقول نبغى دبل يا ابويا ينقص دمك يزيد من لاعبك ويزيد من فوكس باند، انت كده دمك راح للسقف حيرجع دمك فل من جديد ويلا ضاربني من جديد. فوكس باند مره شيء اسطوري، وعندك البدي بير مره كويس انه يرجع لك شيلد لما تسوي التي وتدي قويك شيلد، وغير كذا انت كل ما تسوي يعني كل ما تدمج احد بالالتي دمج ثلاثه رجع لك شوف دمك كيف يصير، حتكون تانكي صح يعني مديك تكون انت سوليد وما حد يقدر يشيلك. فيب هذا مره مهم البادي بيرر، والفوكس باند برضو مره شيء مهم. عندك سكور شيلد ممكن تغيره، بس سكور شيلد برضو ايش يجيب لنا هيلث، يعني اذا انت لفلته اكثر من 20 حيجيك اكثر من 300، فاحنا نحتاج سكور شيلد لانه رجع لك هيلث برضه يجيب لك شويه شيلد، احنا نحتاج الشيلد في هذا اللاعب وتسجل اهداف وشيء كويس. فيب سكور شيلد مره شيء كويس، خاصيته حلوه يجيب لك شيلد على قد دمك، يعني انت حيكون هيلثك مره كبير فحيجيك شيلد مره كبير لما تجي تسجل هدف، غير كذا انه يجيب لك 300 هيلث. لو تبغى تغير مثلا السكور شيلد عندك الايتم اللي احنا ما عمر استخدمناه في حياتنا اللي هو روكي هيلمت. روكي هيلمت هذا برضه يعتبر دبل مع سبيرت سبليت اتوقع اسمه، ايوه. فيقول لك سبيرت سبليت كل ما تدمج انت تدمج البوكيمون اللي انت مسوي له لينك، هذا روكي نفس الشيء، يقول كل ما يجيك انت دمج راح يجي الدمج للبوكيمون، اي بوكيمون حول جنبك الاقرب يعني اقرب واحد منك راح تدمج، لو كان في غير هذاك انت مسوي لينك راح تدمج واحد ثاني غيره عادي، او اذا ما في غيره هو تدمجه هو نفسه. غير كذا يعطيك شويه هيلث ويعطيك ديفنس، بس ما عندك سبيشال ديفنس. طيب نقول مثلا انت تبغى تلعب فيه فل دمج، تبغى ما تبغى تانك، تبغى تفجر فيه بس، انا اقول حط روكي هيلمت وحط ويكنس بوليسي، كل ما تدمج زيد دمجك تكون انت مره دمج جامد. اذا بتجرب كده ايش تبغى تلعب فيه اتاك تصير مره جامد كده تقتل، تبغى تفجر تجيب تريبل كيل، وهذا تبغى تطقطق، تبغى تجرب كويك اقول جرب، نشوف انك تلعب احسن شيء بالايتمات هذه. مو احسن شيء يعني سكور شيلد تقدر تلعب فيها عادي، تشيل سكور شيلد تحط بداله روكي هيلمت، تحط اي شيء تانكي يضبط لك اللاعب اكثر. فيب هذا هو اللاعب اسطوري جدا، لاعب جامد جدا. فاكتبوا في التعليقات مين فيكم اشتراه وهل تنصحوني اشتريه ولا لا، انا متحمس الصراحه نفسي العب به. ويعطيكم العافيه للمشاهده، وان شاء الله تكون استفدتم معنا من هذا المقطع، ودمتم سالمين.